فاهم ازاي اللي زي بتضحك انت بس فاهم ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل فيا ده؟ مبسوطة انت قوي، كملي كملي كملي، مبسوطة انت قوي، مبسوطة قوي انت ما شاء الله. تمام كملي كملي معايا، كملي 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 معايا، انت ازاي عمال اديكي معلومات قيمة في الاخر يعمل لي كلبوزة؟ ماشي كلبوزة كلبوزة مش مشكلة. السلام عليكم. هلا دكتور احمد، يعني هلا فتره كورونا وقعدت بالبيت كلنا نصحانين، سو ما تسال عن تغذيه، كله منقضيها تشيبس وشوكليت وهالقصص. فبتقولي ما فيش فايده يعني في خساره الوزن؟ هلا لا لا خبرك، صار لي شي شهرين كنت بهالشوي على وزني، سو نازلي شي 4 كيلو، بس بعد عندي شي 6 كيلو نزلهم. عايزه تخسي يعني دلوقتي مع السكر وهيك. طب انت بتعملي ايه عشان تنزلي الاول؟ يعني ايه اللي ايه الحاجات اللي الاكل؟ ايه الحاجات اللي انت عملتيها عشان تنزلي ال 4 كيلو؟ مخففه خبز و ليك تقلك من الاخر انا الشوكولا ما في وقف، وهو الشوكولا اللي نصحنا، فعم جرب عوض هيك وهيك. هلا يا اسلام. طب بصي انا هديكي شويه نصائح اساسيه في التخسيس، انا بديها لاغلب الناس يعني بشكل مستمر، هديكي شويه كده نصايح مهمه جدا، عايزك يعني حاولي قدر الامكان ان انت تخليها ضمن الحاجات الاساسيه كده، زي ما مثلا يعني الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعملها يوميا نخليها ندخلها ضمن الحاجات الاساسيه. طب ايه الحاجات دي؟ اول حاجه بنشوف يعني مش مهم ان انا انزل كتير في وقت قليل، المهم ان انا انزل نزول صحي، دي النقطة الأولانية، المهم انزل نزول صحي، يعني مش مهم مثلا ان انا انزل كل اسبوع 3 كيلو 4 كيلو يلا انزل 20 كيلو في شهر واحد والكلام ده واللي بيتسوق ليه بشكل مستمر، أهم حاجة ننزل نزول صحي. طب ازاي بقى يا دكتور أحمد انزل نزول صحي بدون ما يأثر على صحتي؟ أول حاجة بنتكلم فيها بنقول نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافة العناصر الغذائية من الكربوهيدرات من الفات من البروتينات من الفيتامينات من الأملاح المعدنية من الألياف من المية. وبنقف عند النقطة الأخيرة اللي هي السابعة كده وبنتكلم عن شرب المية. ما نقول لازم نبقى عارفين إن 70% من الجسم بتاعنا مية، 90% من الدم بتاعنا مية، 70% من العضلات بتاعتنا مية، 63% من البشرة والجلد بتاعنا مية. المية هي الوسيلة اللي هتسرع لنا من عمليات الحرق والتمثيل الغذائي ومعادلات الاي داخل الجسم، يعني الهدم يبقى كويس يبقى البناء يبقى كويس يبقى الحرق بتاعنا يبقى كويس، فبنقول شرب الميه. لكن هناك طريقه لشرب الميه لو احنا عايزين نخس بقولها بشكل مستمر، ممنوع شرب الميه اثناء الوجبه او بعد الوجبه مباشره. شرب الماء يكون قبل الوجبه بنص ساعه او بعد الوجبه ب 40 دقيقه عشان ما نخففش العصاره الهضميه بتاعتنا وبالتالي نسرع من حرق الدهون عندنا في الجسم. يبقى دي اول حاجه، يعني اول نصيحه اديها لك كده اقول لك يلا نبدا بشرب كوبايتين ميه قبل كل وجبه، مثلا قبل وجبه الفطار ناخد كوبايتين ميه، قبل وجبه الغداء ناخد كوبايتين ميه، قبل وجبه العشاء ناخد كوبايتين ميه بنص ساعه. كده اتفقنا على شرب الميه. برضه لو عايزين نزود من فاعليه شرب الميه نشرب كوبايه ميه دافيه على الريق، لو احنا نقدر نشرب اكتر نشرب كوبايتين ميه دافيه على الريق، لو نقدر نشرب اكتر نشرب 3 كوبايات ميه دافيه على الريق، لو نقدر نشرب اكتر نشرب 4 كوبايات ميه دافيه على الريق. حجم الكوبايه 160 مللي. الميه عليك كتير منيح. 160 كوبايه، حجم الكوبايه 160 مللي فقط. حجم الكوبايه 160 مللي نشربها كده على الريق كفيله ان هي تنشط لنا الدوره الدمويه وتحسن لنا الحاله المزاجيه. ولما نخش على نقطه الحاله المزاجيه دي نمسك فيها شويه، يعني ايه حاله مزاجيه؟ نقول ان هرمون الكورتيزون الكورتيزول وليس الكورتيزون عشان الناس بس ما تلخبطش. الكورتيزول ده هرمون التوتر والضغط النفسي، الناس الاكثر توترا وضغط وعندها ضغط نفسي وعندها اجهاد الناس دي اكثر عرضه للسمنه حتى لو مشيت على نظام غذائي، لان الجسم لا يستطيع ان يعني يشتغل بفاعليه في ظل الجو. مش مشكله. يبقى خلينا نقول، يبقى قول اول نقطه قلنا ايه؟ شرب الميه. النقطه الثانيه ممنوع الضغط النفسي، مش ممنوع النصيحه اللي انا خايف منك، النصيحه دي بكتبها في روشته يعني ما حد يجي لي العياده
بكتب له كده في روشته ممنوع العصبية، ما تسمحش لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبك، لأنك أنت اللي هيجيلك الضغط، أنت اللي هيجيلك السكر، أنت اللي هيجيلك القلب، أنت اللي هتموت في النهاية وهو عايش في حالة من البرود والهدوء النفسي. فالنصيحة التانية البعد عن الضغط النفسي. تالت حاجة بعد شرب المية ممكن نقول تناول البيض في وجبة الفطار. تناول البيض في وجبة الفطار مهم جدا، بس يعني بنتكلم لو مثلا محدش عنده مثلا انتفاخات او مشاكل اضطرابات هضميه، يعني عشان البيض ممكن شويه يزود له الانتفاخات او الاضطرابات الهضميه. لكن البيض مفيد جدا في وجبه الفطار، نقدر نقول لو احنا دخلناه ضمن النظام الغذائي بتاعنا يسرع من التخسيس بتاعنا وتخليص الجسم من الدهون. يبقى لو احنا قدرنا ان احنا نحط البيض بتاعنا في وجبة الفطار ده شيء رائع جدا. ممكن نقول شرب القهوة، شرب القهوة، بس ما نيجي نقول شرب القهوة ناس كتيرة جدا يقول لك لا ده شرب القهوة مضر. بص يا جماعة، الفيصل في أي شيء، كل حاجة مفيدة وكل حاجة مهمة، لكن الفيصل إن أنا آخد كمية للجسم محتاجها بناء على طبيعة جسمي. يعني الأصل إن أنا أعرف طبيعة جسمي، وبعد ما أعرف طبيعة جسمي أنا مثلا شخص بالغ، الشخص البالغ مثلا بنقول حد أقصى يوميا لو هو عنده إفراط في شرب القهوة بنقول 3 أو 4 كوبايات قهوة، مثلا من القهوة التركي مثلا، يبقى 3 أو 4 كوبايات قهوة تركي حد أقصى ممكن مثلا نشربهم يوميا لو احنا حابين نشرب قهوة. القهوة فيها مضادات أكسدة بتحمي الجسم من الشوارد الحرة اللي هي بتبقى أحد أسباب السمنة. معلش خليني أجاوبك، أنت بتقولي النرجيلة، قصدك الشيشة صح كده؟ هو ده. بصي بصي بصي، في بروفيسور اسمه، يا رب اتذكر لك اسمه، اسمه جوردون فرينس. جوردون فرينس ده كان عمل دراسة قال لك ايه؟ قال لك ان السبب اللي بيخلي النرجيلة تزود الوزن او تسبب السمنة، السبب الرئيسي اللي بيخلي النرجيلة تسبب السمنة ومرض السكري ان هي بتحدث التهابات. بتنصح يعني؟ بتنصح ليه بقى؟ لان هو بيقول لك، اسمعي بقى هو بيقول ايه؟ بيقول ان السمنة، الدراسة اللي عمل، ما تسمعي بقى بقنعك اهو واحدة واحدة، اصبري انت من انت كده، انا بغلط المعلومات اللي عندك كده متشوشره. السبب اللي بيخلي الارجيله بتسبب السمنه والسكري ان هي بتحدث التهاب في الجسم بيؤدي لجعل بعض الانسجه مقاومه للمفعول اللي بيؤديه هرمون الانسولين المسؤول عن ضبط السكر في الدم، وبالتالي نقدر نقول ان الارجيله ترتبط ارتباط وثيق بزياده الوزن. فما نقدرش مثلا نقول لا، لان ما هو هرمون الانسولين اما يبقى لو زاد جوه الجسم يحصل عندنا زياده في الوزن، لو حدث التهابات عندنا جوه الجسم برضو يحصل عندنا زياده في الوزن. يعني يعني منشا السمنه عندنا او زياده الوزن الارجيل. فمش عايزين نضحك على نفسنا ونقول ان الارجيل. في بعض الناس لما بتبطل التدخين او تبطل تزيد في ما بتبطل التدخين تزيد في الوزن، تزيد في الوزن كنتيجه لمفعول النرجيله ان هي بتدي له شعور بالسعاده، وكنتيجه للضغط النفسي اللي بيحصل فبينتج عنه ان هو بياكل كتير بياكل كتير، كنتيجه للافراط في الاكل بيحصل عنده زياده الوزن مره ثانيه. لكن زي ما قلت لك كده، النرجيله بتسبب مرض السكري وتسبب زياده في الوزن. ديت المعلومه الاكيده اللي لها دراسه علميه موثقه طبيه. مي دافي على الريق هي اهم نقطه. ما بنشرب المي اثناء الوجبه وبعد الوجبه، ضروري نشرب مي قبل الوجبه كبيتين. والخبريه الاهم انه الارجيله بتنصح، هي اهم خبريه. قلنا شرب القهوه برضو ممكن تساعدنا في ان احنا تساعدنا، بس بدي اقول لك شغله، انا البيض قبل الجيم باخد بيض بس بلا السفار، كتير بيعطي باور. تمام كويس. يعني لو احنا ضفنا البيض، يعني مثلا البيضه المسلوقه المتوسطه اللي حجمها 50 جرام مثلا على بتحتوي تقريبا على 72 سعره حراريه، وبالتالي نقدر نقول ان وجبه الفطار بتاعتنا لو بيضتين مثلا وكوبايه من الخضار مثلا نقدر نقول كلها على بعضها تبقى عامله 274 سعره حراريه. فتقريبا وجبه الفطار بتاعتنا ما بتبقاش مليانه في السعرات الحراريه، وبالتالي نقدر نقول ان البيض خيار جيد للتخسيس. عشان كده بحطه دايما او من ضمن الانظمه اللي احنا بنعملها مثلا للحالات المرضيه اللي بتجي لنا، بنحط لهم البيض من ضمن الحاجات بتاعتنا. لا تنسوا ان تدعمونا بالاشتراك في القناه، شرفتونا ونورتونا. مع السلامة.